ساعات قليلة باش حلينا، كاين الحمد لله الإقبال، وبصراحة كيما سولتيني راه كاين البيع وكاين الشراء بجوج. بالنسبة ليا واخا هاد المدة قصيرة باش حلينا اللي هي قلت لك غير سويعات، نقد نقول لك ان عندي وين وين 50-50. صراحة كاين واحد السيدة اليوم جات عندي كانت دافعة لي واحد البركة اللي هي قليلة، ما في البلاصة عطيتها حتى انا الأمانة ديالها، مشات فرحانة، كان عندها ظروف اللي هي صعبة شوية، في البلاصة عطيتها مسائل ديالها مشات بخير، دينا واحد الدعيوة زوينة. لا لحد الساعة الحمد لله ما غاديش نقد نقول لك شي 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 مؤشرات اللي هي اللي تكون مضبوطة، حيت يلا بدينا الزواج باقي ما كاين ما بان حتى حاجة، ويلا بدينا الحمد لله الأمور بخير وعلى خير. منين كاين الشراء وكاين البيع راه الامور بخير وعلى خير. بعينيك بان بالنسبه للتدابير اللي خديناها في القصاريه ديال الحفاري راه الحمد لله راك شتي بعينيك كلشي. علاق بالنسبه للحلان، حنا كنا عطونا الوعد بالحل وجينا باش نحلو، ثم جا المنع ديال السلطات المحليه، بقينا حنا في واحد التواصل وفي واحد نقل واحد العدد ديال الامور اللي كتهم التجار بما فيها الاضر الى اخره، وبين السلطات المحليه بان لا يمكن الاستمرار في الاغلاق الى في الاغلاق الى اجل غير مسمى. والحمد لله انهم تفهموا، وصلت دوك الاصداء ديال الشكاوى ديالنا وصلت للمراكز القرار، ودركوا بان ان الاوان باش العجله الاقتصاديه تستعيد الدوران ديالها وباش الناس يخرجوا، ولكن مع الالتزام بجميع الضوابط الصحيه والوقائية، لا بالنسبة للتاجر ولا بالنسبة للوافدين على السوق ولا بالنسبة للمتعاملين في السوق من الحراس. الحراس هنا عندنا في الأبواب، كل باب عندنا حريس. ثانيا الحمد لله بالنسبة للزبناء، حتى الزبناء تفهموا هذا الشيء، هذا لأن كاين واحد الوعي عام. ثالثا الحمد لله أن هذا السوق ديالنا ديال الحفاري كيتعتبر نموذج في الانضباط، كيتعتبر نموذج في التأطير، والحمد لله ان هذا النموذجيه والتأطير هذا راه كنا في تواصل دائما مع الجهه ديال مع الذهبيه ديال الجهه، بصفتي انا رئيس جمعيه الجهه الصياغين التقليديه للجهه الدار البيضاء، كنتصل بالاخوه في المعارف، كنتصل بسيدي معروف، كنتصل بمسيسي عثمان، كنتصل بالبرنوسي، دائما كنا في واحد النوع ديال التنسيق ديال التوعيه ديال الاحساس بالهموم ديال الاخرين ديال التحرك نحو السلطات باش يفهموا الناس الامور ديالنا. وباش تشوفوا هذا الشيء اللي كنقولوا غادي نديروا واحد الحركه في السوق هنا السي استاذه، باش تشوفوا باننا حنا راه هبطنا كل شيء الامور ديالنا، فهمتيني، من التعقيم داخل المحلات هما المعقم هنا، ها الطبيات ديالنا، من المسائل ديال ديال التوجيه، عندنا الفليشات اللي كيخرجوا، عندنا اللي كيدخلوا، الامور كلها ولله الحمد موفره هنا. اشنو بقى دابا اليوم؟ انا الرساله اللي كنوجهها كنوجهها للزبناء وعموم الوافدين الى الاسواق بصفه عامه، والى الاسواق الى سوق قصريه الحفاري اللي كيتعتبر قاعده ومعروف على الصعيد العالمي، واستطاع ان يجمع ما بين الاصاله ومواكبه المعاصره والحداثه في عالم المجوهرات. فهاد السوق هذا كتلقى البلدي، كتلقى الحضاره المغربيه ضاربه بجذورها في اعماق التاريخ، كتلقى الحضاره المغربيه في هذا بهذا المتعدده والمتنوعه. عندنا حنا مثلا في هذا البيترين اللي كتشوف هنا كاين روافد ثقافيه، كاين صياغه امازيغيه، كاين صياغه صحراويه، كاين صياغه اندلسيه، كاين صياغه يهوديه. ملي كنسمعوا مثلا دمليجال الصويري وكنسمعوا الخلاله وكنسمعوا الشوكا، راه كنسمعوا واحد العدد ديال الروافد ديال الحضاره المغربيه الغنيه بحضاره عوارتها. كاين موروث ثقافي هنا ويتجلى، حيت الانسان اللي كيشوف دابا في هذا الشيء هذا كيشوف فيه بواحد النظره عاديه، ولكن الا شفتي فيه بالنظره العلميه ورجعت والرجوع الى الوراء تجد ان هناك ارثا حضاريا متعددا ذو روافد متعدده. كما قال لك دابا والحمد لله هذا الشيء كنتميزوا به. اشنو اللي خصنا بهذه المناسبه هذه؟ اكان كنوجه واحد الرساله للسلطات المعنيه خصوصا القائمين على تشريع البرلمان اللي هو دوره الرقابه والتشريع واقسام التشريع في واحد العدد ديال الوزارات، انهم التفتوا لهذه المهنه هذه. والحاله هذه ان القانون المنظم للهيئات الحرفيه المحليه والجهويه والوطنيه راه اصبح قريب يكون قانون، حنا كنبغيو هاد الناس يستشروا معنا عند تنزيل المراسم التطبيقيه المنظمه
والمنزلة لهذا القانون. هذه رسالة أؤكد عليها، لأن لا يعقل حنا باش نبقاو دائما بلد للاستيراد، آن الأوان لنكون بلدا للتصدير، وعندنا منتوج ذو خصوصيات عريقة لا يمكن لدولة أن تقلدها. عندنا الحريفية، غير المشكل اللي كاين هنا أن واحد العدد ديال المصوغات الذهبية ديال التحف ستنقرض، وسينقرض ماذا؟ صنعوها. لماذا؟ لأن علاش دائما جميع القرارات والقوانين وكذا اللي كتخاد تؤخذ في غياب وفي معزل عن المهنيين. ولذلك آن الأوان بعد القانون المنظم لهيئة الحرفية، أنا أظن معتقدا بأنه إن شاء الله غادي يقضي واحد الغرض كبير، وغادي يقطع أشواط مهمة، لأن غادي نصبحوا شركاء في هذا الباب هذا. غير فيما يتعلق بالدهنية ديال الزبون ونظرة الزبون إلى الذهب، أولا من ناحية العيار على الزبون أن يكون مطمئنا. حنا الذهب اللي كيتصاغ في المغرب، سواء الذهب اللي في الشكل البلدي، سواء الذهب اللي هو المصوغات الذهبية اللي هي رومية حداثية، هذا الذهب هذا الاعتبار فيه ماشي اللون ماشي الحجم، الاعتبار فيه العيار. وحنا في المغرب عندنا عيار واحد، عيار 18، وهذا الذهب هذا المعروض في المتاجر دابا حاليا كله مرة من القنوات ديال الفحص ومن القنوات ديال الدمغة، معنى الدمغة وهو الطبع. والمغرب هنا كل مكتب ديال الصرف عنده واحد العلامة، طنجة عندها الطاء، دار بيضاء مثلا مميزة بالحرف ديالها، مراكش، فاس إلى آخره، عاد كيكون داك المجسم ديال داك الحيوان. وبهذه المناسبة كنطلبوا باش نغيروا حتى داك الحيوان بركة يتطور شوية القضية فيما يتعلق بعصير. نعم خصو التغيير، لا قصة، هي قصاص، لأن دابا القانون، هذا القانون دابا اللي كيسير هذه المهنة لا زال ماذا؟ عنده عقود من الزمان. راه الحمد لله بدا دابا التفكير في هذا الشيء هذا، وبدا دابا غادي يخرج كل شركة تحمل الطابع ديالها باش تميز بها وتحمل المسؤولية ديال المصوغات ديالها. فيما يتعلق الجواب على العصير الصابون، الجواب على النصاص، هذا الشيء كله هو اللي قلت لك قبيله، هذا كيعتبر واحد ارتقى في هذا عصير الصابون والصويري والحلقات ديال التخرام وديال الرابوس والحلقات ديال اللويز والرادكو، واحد السنسله كانت بكري والكرافاش، هاد الامور هذه كلها واحد النوع ديال المصوغات الذهبيه اللي كانت من الخصوصات من الخصوصيات المغربيه، وكتعتبر واحد هويه مغربيه. علاش كيشريوه الناس؟ غالبا كيشريوه بزاف العيالات الكبار، ولا العيالات اللي عندهم الفكره كيفتشوا على التحف القديمه، كتبغي الفن وكتبغي الذهب، هذا هو السر في هذا الشيء هذا. والحمد لله في هذا السوق هذا راه كيتواجد فيه كل شيء. لا 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 ما كيتصوبش، ولكن احنا الحمد لله، هذه رساله اخرى غادي نوجهها. انا اقول لجميع المهنيين، من العيب بل من الذنب بل من المجحف باش نذوبوا هذوك المصوغات. دابا واحد العاد ديال الحوانتي اذا كيشري هذاك الارث الحضري كيعرضوا الدوابين الا، ولكن الحمد لله كاين واحد العاد ديال الناس اللي كيعتبروا المهنه، ماشي كيعتبرها هذه كسب القوت، كيعتبرها كيحبها كيبغيها كينتمي اليها ثقافيا حضاريا تجاريا، كتجي عيب ما يقدش يذوب هذيك البيسه واخا دوز عنده 20 سنه. ولكن هذا الجيل دابا اللي طلع خصو تكون عنده هذه الثقافه هذه، بان هذاك الشيء راه حرام يذوب، خصو يبقى هذا كيبقى ولا تحف، ما بقاش كيتباع في غير الذهب، كيتباع فيه الذهب وكتباع فيه الخدمه وكتباع فيه الاقدميه. فيما يتعلق اليوم حلينا، احنا ما حلينا باش نبيعوا في اليوم الاول، لا يعقل بعد عقلان حنا حلينا، يلا حلينا، شعلنا الضوء، شافونا الناس، كيدوزوا الناس، دخلوا الناس، كنأطروا الناس عند الدخول عند الخروج، كيشوف المعقم واش بغيتي تشري، الا ما بغيتيش تشري بلا ما تعذب راسك. ولكن الحمد لله متفائلين، حنا رجاؤنا في الله، حنا كنعملوا بالاسباب، الرزق في يد الله تعالى. الأثمنة ارتفعت، ولكن الأثمنة القارة ستحدد بعد واحد الاسبوع ان شاء الله. لا 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 لا، مازال انا درت واحد الاستطلاع حول المغرب، اتصلت بالناس في تطوان، اتصلت ببني ملال، اتصلت بالدار البيضاء هنا، اتصلت بكادير، خديت واحد الاستطلاع على النوع ديال الزبنه اللي كيدوروا اليوم، كاين اللي كيسول على الثمن، كاين اللي كيكمل البضاعه ديالته اللي دفع فيها قديما، كاين بعض الاسر اللي كتطلب استرداد المدفوعات في كذا. ولكن الحمد لله في الوقت اللي كيكون واحد الانسان
اللي جا باش عنده واحد دقيقه كاين واحد الانسان اللي عنده واحد الساعه. هذه هي حكمه الله في ارضه. اللي باق د المريج دابا هذا العام هذا ما كاين لا صيف، الحفلات ما كاينين، الاجتماعات ما كاينين. اللي بغى يتزوج يدير العقد عند العدول ويجي ياخذ خويتما، ونتمنى من الله الله يسر الجميع.